مباشرة للوضعية التي تعيشها البلاد هذه الأيام على خلفية الحرائق التي اندلعت في مختلف ولايات الوطن. أكثر من 100 حريق اندلع في مختلف ولايات الوطن. إذن ومن بين أكبر المتضررين ولاية تيزي وزو هي التي تضررت كثيرا بهذه الحرائق، حيث تم تسجيل 65 ضحية و 28 من أفراد الجيش الشعبي الوطني، إضافة إلى 37 مدنيا ممن يعني وصلت ألسنة النار إلى منازلهم، ومنهم من ماتوا اختناقا بثاني أكسيد الكربون أيضا. كل هذا يعني كانت إجراءات ويعني تدابير من طرف السلطة والدولة يعني وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية للسيطرة على هذا الوضع. لكن يعني إضافة إلى هذا يعني كما شاهدنا رئيس الجمهورية قد أعلن حداد يوم أمس يعني ابتداء من اليوم لمدة 3 أيام، أيضا يعني وصول طائرتين يعني اليوم إلى مطار هواري بومدين يعني المساعدة في إخماد هذه الحرائق. إضافة إلى هذا يعني هناك هبة شعبية كبيرة يعني من طرف المواطنين من مختلف ولايات الوطن يعني لمساعدة المواطنين هنا بولاية تيزي وزو، خاصة المتضررين من هذه النار. يعني كما تشاهد أنا الآن متواجد يعني مدرسة هنا بتيزي وزو، أين يتم تجميع المساعدات التي أتت من مختلف ولايات الوطن لمساعدة المتضررين هنا بتيزي وزو، يعني الخوض في هذه التفاصيل وجمع هذه التبرعات. يحضر معي السيد حمزاوي رئيس الكشافة الإسلامية الجزائرية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. اليوم نحن نتواجد في ولاية تيزي وزو في المركز الكشفي للإغاثة والتضامن، والتي بادرت بها الكشافة الإسلامية الجزائرية بالتنسيق مع السلطات المحلية ومع فعاليات المجتمع المدني لتأطير عمل المتطوعين لتقديم مساعدات وتقديم خدمات للمتضررين من هذه الحرائق، خصوصا في ولاية تيزي وزو. فكما تشاهدون هذا هو المركز الذي يتم فيه تجميع المساعدات التي تأتي من طرف يعني الأفواج الكشفية ومن طرف المحسنين من مختلف ولايات الوطن. اليوم تم استقبال العديد من القوافل التي يعني تبرعت بها وتم إيصالها إلى هذا المركز، وكما تلاحظون يتم توزيع المتطوعون على هذه الأماكن وعلى هذه المناطق المتضررة، وأيضا يتم إيصال هذه المساعدات حتى يتم توزيعها على العائلات المتضررة. في الحقيقة احنا نقول بأن العائلات بحاجة إلى إعانات في مختلف يعني من مختلف الأنواع، سواء مواد غذائية، مستلزمات طبية، أفرشة وأغطية، وهذا الشيء اللي رانا حريصين عليه، والعملية ستستمر يعني في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها العائلات في هذه المناطق. وبطبيعة الحال أيضا نوجه نداء لكل المحسنين الذين يرغبون في تقديم مساعدات في إطار منظم حتى يتم إيصالها إلى مستحقها، أنهم يتوجهوا إلى مقرات الكشافة الإسلامية الجزائرية عبر ربوع الوطن، ونحن سنتكفل بإيصالها إلى يعني كل العائلات وإلى كل المحتاجين إليها في هذه الظروف الصعبة. سيدي يعني تكلمتم على الاتصال المنظم، يعني أكيد هناك إجراءات نظامية هنا بالمقر، يعني الواحد كيجي يجيب يعني تبرعات، هناك يعني إدارة تصل به ولا يعني أشخاص مخصصون للاتصال لجمع هذه التبرعات؟ بطبيعة الحال كما قلت يعني الكشافة الإسلامية الجزائرية بادرت بفتح مراكز للإغاثة والتضامن عبر كافة التراب الوطني. هذه المراكز دورها الأساسي تقديم المساعدات في هذه الظروف الصعبة، ويعني المساعدات بكل أنواعها. وبالتالي اليوم كما قلت يعني الشيء اللي معروف على الكشافة الإسلامية الجزائرية أنه عملها منظم ومنسق مع كل الهيئات ومع كل السلطات حتى تصل هذه المساعدات حقيقة إلى مستحقها، وأيضا تكون متواصلة، لأنه ما يكفيش أننا نوصل مرة واحدة فقط للعائلة ونخليهم ربما لمدة 10 أيام بدون إعانات. وبالتالي لابد أننا نستمر في العمليات وتكون أيضا الإعانات متنوعة، لأنه إذا لاحظتوا الكثير يركز فقط على المياه، لكن أنا نقول بأن المياه وحدها ما تكفيش، فيه يعني مواد غذائية، فيه مستلزمات طبية، فيه أفرشة وأغطية، فيه ألبسة أيضا، لأنه فيه عائلات خلات بيوتها وجات بدون حتى ألبسة. وبالتالي اليوم لابد أنه يكون فيه تواصل هذه العملية التضامنية بشكل إيجابي وبشكل فعال، وهذه هبة تضامنية ليست غريبة على الشعب الجزائري اللي شفناها في الكوفيد وشفناها خلال هذه الأزمة، وأيضا لابد أنها تمس كل يعني المناطق وتمس كل الولايات اللي هي متضررة. وبالتالي احنا سخرنا كل أفرادنا على مستوى الكشافة الإسلامية الجزائرية وكل الأفواج الكشفية حتى تقوم بهذه العملية في
إطار منظم وفي إطار مستمر، ومتطوعين راهم مجندين ليل ونهار 24 ساعة على 24 ساعة للقيام بهذه الخدمات، وحنا مستعدين أننا نتضامن ونقوم بعمليات يعني تقديم خدمات ومساعدات لكل العائلات، بحيث نتلقى نداءات سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الأرقام الهواتف لمراكز الإغاثة التي هي يعني منشورة لكل العائلات. فنحن على استعداد على أن نقدم المساعدات خلال طيلة هذه الظروف، وبالخصوص ولاية تيزي وزول التي تعيش في ظروف صعبة، فنحن وجهنا نداء وسنواصل هذه العمليات طيلة هذه الفترة، ونسأل الله عز وجل أنه يرفع علينا هذا البلاء وتروح هذا النار إن شاء الله، ويرجع الناس إلى بيوتهم آمنين إن شاء الله. إن شاء الله. إذن هبة تضامنية زميلي بلال هنا بتيزي وزول كبيرة، كما شاهدنا أيضا زيارة الوزير الأول صبيحة اليوم إلى الولاية، وهو بدوره وعد المتضررين بالتعويض يعني المادي لخسائرهم. شكرا جزيلا لك إبراهيم برقاش، مفتي